السلام عليكم، معكم ادم سوي كل عرض كذا. وش عندنا فيديو اللي هو وش هو دقيقة اكينيتر. اوه ماي جاد، واو، فيري نايس. طبعا اليوم شباب عندنا المعرض الازرق، يعني هذا الانسان يا جماعه عسل والله العظيم يا اخي. طبعا هذه اللعبه يا جماعه تخليك تنبسط، تخليك يعني تستمتع. على اساس قلت شيء جديد يعني ادم؟ لا والله جدي يا جماعه، كل ما بين فتره اذا طفشت وما عندي ولا شيء اسويه ادخل هذا المعرض الازرق واشوف. فاليوم جايب لهذا المعرض ثلاث شخصيات وراح اتحدى انه يجيبهم. اول شخصيه يا جماعه ما راح اقول لكم اياها، ابيكم انتم تتوقعون مع المعرض من هذه الشخصيه. سوي فله يا ادم، يعني مره احنا متحمسين معاك، خلصنا يا اخوي يقول الشخصيه. لا لازم يعني نعطيكم نكهه وتحدي و يعني. فلتس جو يا شباب، خلينا نبدا باول شخصيه. هل الشخصيه امراه؟ لا. هل تظهر الشخصيه على شاشه التلفزيون؟ تخسي. هل الشخصيه قناه خاصه في اليوتيوب؟ خير ان شاء الله. هل الشخصيه على معرفه شخصيه بك؟ ايش دخل؟ لا طبعا. هل الشخصيه مسلم الديانه؟ والله ما ادري اذا هو مسلم او لا بصراحه، انا لا اعلم. هل تتكلم الشخصيه معك الان؟ نعم. هل تطلب منك الشخصيه الاجابه على اسئله معينه؟ نعم. جاب يا عيال، والله العظيم ما توقعت انه بيجيبه. لا وانا مسوي فيها ذكي، انا باخده يعني ما في امل تجيبه يعني، خلاص. خربيت ابن الذين، سبع اسئله يا جماعه. طيب الشخصيه الثانيه يا شباب يعني راح اقولها لكم، يعني مو فله ثانيه كل مره اجيب لكم. والشخصيه الثانيه يا شباب اللي عندنا اللي هي الا الدجاج، الا الدجاج اللي فجاه بقدره قادر يا جماعه صار دكتور، صار دكتور، صار يعني دي ار يكتبوا قبل اسمه، يعني دي ار دوت ابو عبد الله الا الدجاج. يلا يا مارد يلا بشوفك جيبه. يلا، هل الشخصيه انثى؟ لا غير انثى. من عالم الكرتون؟ لا. هل الشخصيه متزوجه ولديها اولاد؟ اسمه ابو عبد الله، فهو متزوج ولديه اولاد ولديه عبد الله الا الدجاج. هل تظهر الشخصيه على شاشه التلفزيون؟ نعم تظهر الشخصيه على شاشه. هل تعيش الشخصية في السعودية؟ أتوقع أنه سعودي، فيا نعم. هل شهرة الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ لا. هل الشخصية من سلالة ملكية؟ خير إن شاء الله. لا. هل الشخصية شيخ معروف؟ لا. هل تحترف الشخصية التمثيل الكوميدي؟ لا. هل تحترف الشخصية الغناء؟ مرة لا. هل تظهر الشخصية على قناة بداية؟ شوف، على قناة بداية لا، ممكن يظهر على قناة نهاية. شاكر أنت شاكر. خلاص والله آخر مرة. هل تحترم الشخصية تقديم البرامج التلفزيونية؟ من الممكن نقول. هل الشخصية فوق سن الخمسين سنة؟ ما أتوقع. لا. هل الشخصية منشد؟ لا. هل اشتهرت هذه الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ من الممكن. هل تكتب الشخصية الشعر؟ لا. هل تعيش الشخصية في مدينة الرياض؟ أنا لا أعلم. هل اشتهرت الشخصية بسبب عنفها؟ من هو ذا اللي اشتهر بسبب عنفه؟ العم معيط، اوكي. هل تشتهر الشخصية بالمسلسلات التلفزيونية فقط؟ لا. هل اشتهر عن طريق السناب شات؟ من الممكن. هل تحترف الشخصية لعبة البيسبول؟ لا. هل تضع الشخصية نظارات؟ لا. هل اسم الشخصية من اسماء الانبياء؟ تصدقون ما اعرف ايش اسمه، والله ما ادري. انا لا اعلم. هل الشخصية متزوجة حاليا او سابقا؟ نعم، اسمه ابو عبد الله. هل تقدم الشخصية برامج دينية؟ لا يا اخوي. هل تعمل الشخصية في قناة تلفزيونية؟ نعم، اخيرا سؤال كويس. هل الشخصية من اصول سعودية؟ نعم. هل الشخصية من قارة؟ تعال والله العظيم تعال. سألني هل الشخصية سعودية؟ قلت له نعم. بعدين سألني هل الشخصية من قارة أفريقيا؟ هل الشخصية سمينة الجسم؟ لا. هل تحترم الشخصية لعب كرة القدم؟ لا. هل الشخصية الأقصر في أفقتها؟ وشو السالفة يا عيال؟ لا. هل تشتهر الشخصية بأناقتها؟ لا. قدمت برنامج في شهر رمضان؟ من الممكن نقول. هل تحترف الشخصية التمثيل؟ نعم. هل الشخصية شاركت في كتابة إحدى المسلسلات؟ لا. هل شاركت مع فريق تطوعي؟ إيش دراني أنا؟ هل الشخصية لحية سوداء؟ نعم، لا هو لحية سوداء. هل الشخصية من آسيا؟ يا ابن الحلال سعودي. يستهبل ذا. هل تحترف الشخصية العزف على آلة الطبلة؟ أبو عبد الله تحترف العزف على آلة الطبلة؟ هل الشخصية محترفة بلعبة البلابل؟ البلابل؟ هل الشخصية من أصول روسية؟ شاكر أنت شاكر. أنا أفكر بي أحمد البايض. من هو أحمد البايض؟ لا، من أحمد البايض؟ لا. نعم، استمرار. هل الشخصية من مسلسل تلفزيوني؟ لا. هل الشخصية كوميدية وطريفة؟ نعم. هل تعيش الشخصية مع أمها في نفس المنزل؟ لا، أنا عايش معاه، أنا
حسبنا الله ونعم الوكيل. هل هو لاعب ملاكمة كيك بوكسينج؟ يا ابني الكلمة اصعب من هذا. ايوه، هل من عادة الشخصية الظهور في الاعلانات التجارية؟ نعم نعم. هل يعمل في مجال تأليف الروايات؟ لا. هل يتكلم اللهجة المصلاوية؟ وش اللهجة المصلاوية؟ انا لا اعلم. هل شخصية من الاصول المغربية؟ والله العظيم ودي اشوفه كذا قدامي واعطيه كف. هل مار يستهبل ذا؟ اي والله جاب يا عيال، الا الدجاج تعيط الطازج. يخرب بيته يا عيال، كيف جابه؟ والله مرة صعب. طيب يا جماعة، الشخصية الأخيرة بعد تفكير مرة طويل اللي هو جالويجي دوناروما، حارس الميلان الأساس. طبعا هذا الحارس يا شباب عمره 17 سنة، يعني هذا البني آدم أكبر مني بسنة ويلعب أساسي في الميلان. عموما واضح انه مكهور. خلينا نشوف هل راح يقدر يجيبه او لا. هل الشخصية كرتونية؟ لا. هل الشخصية امرأة؟ بعد لا. هل الشخصية متزوجة ولديها اولاد؟ طبعا لا. هل اشتهرت هذه الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ بعد لا. هل الشخصية ذات شهرة؟ يعني ليش اسألك؟ ليش اسألك اذا الشخصية مو ذات شهرة؟ يستعبط. هل الشخصية من اصول سعودية؟ لا. هل الشخصية عربية؟ بعد لا. هل تحترف شخصية تمثيل؟ لا. هل الشخصية تمتلك سيارة؟ اكيد، وش استهبل. هل شهرة الشخصية مرتبطة بكرة القدم؟ نعم. هل يلعب او سبق له اللعب مع نادي ريال مدريد؟ لا. هل الشخصية من برشلونة؟ لا. هل الشخصية بشرة فاتحة او بيضاء اللون؟ نعم. هل الشخصية لاعب هجوم بكرة القدم؟ لا. هل الشخصية حارس مرمى كرة القدم؟ نعم. من اصول ايطالية؟ نعم. شعر رأس اسود اللون؟ نعم. هل الشخصية جديدة في الفريق؟ نعم. جابه؟ يخرب بيته والله يا جماعة، ما ادري. انا افكر بدون نراما لاعب ايطالي. والله مع الاسف يا جماعه راح اقول نعم. والله مكهور. لا يا اخي كيف جابه؟ طيب عموما اهم شيء الفله والولاسه يا جماعه، و فاتمنى ان شاء الله انبسطتوا في هذا المقطع اللطيف الظريف الجميل العسل. شوف حبيبي، تابع المقطع للنهاية وتستمتع فيه ولا تضغط لايك. ايام يا اخوي، يعني لازم يعني فاهم علي، تضغط لايك يعني مهم جدا. فاتمنى ان شاء الله انبسطتوا في هذا المقطع وانبسطتوا في هذه اللعبة. فبس هذا الكادر، يوم كان معاكم اخوكم ادم او زومبي كيلر اتش كيو. مع السلامة.